صباح الخير، أرحب بمشاهدات ومشاهدي ام بي سي في كل مكان حول العالم، وأيضا أرحب بمستمعي ومستمعات ام بي سي اف ام في المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من مجموعة إنسان في موسمه الثاني. ضيفي الليلة فنان فطري صانع للدهشة في كل زمان وفي كل عمل وفي كل شخصية، رسخ في ذاكرتنا، عاش معنا وعاد بنا إلى التاريخ التليد، وفي كل محطة يثبت للعالم العربي أن الموهبة أساس. رأيي فيه أنا يا علي أنه الحقيقة يعني أخطأ كثيرا عندما آثر الغياب في فترة ما، في لحظة كنا نتمنى منه نتاج أكثر، وفي نفس الوقت رأيي فيه أنا يا علي أو مشكلتي معه أنه عندما يتبنى أعمال تاريخية يذهب للأخير تاريخي تاريخي تاريخي، ثم إذا تبنى أعمال مودرن 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 إلى الأخير، مشكلتي معاه في التنوع، يأخذ كل قرار إلى آخر مدى. نحتاج هذا الفنان القدير دائما حاضر دائما متنوع. ضيفي وضيفكم الفنان الكبير والقدير عابد فهد.